مساء الخير يا كابتن أيمن، برحب بحضرتك أكيد وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت طبعا يا كابتن أيمن، يعني حاليا احنا متواجدين داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، عشان طبعا أنقل لحضرتك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي الأجواء هنا واستعدادات يعني جميع أعضاء النادي الأهلي وأكيد إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمشاهدة مباراة اليوم. أكيد يعني بنتكلم عن مباراة الديربي ومباراة القمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. يمكن يعني طبعا في البداية خليني اقول لحضرتك الاجواء هنا، ويمكن بدا بالفعل يتوافد يعني عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي، حاليا متواجد عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وده طبعا نظرا لانخفاض يعني شديد وملحوظ وتحسن في الجو في يعني الساعات الماضيه. يمكن طبعا الصبح كان في ارتفاع في درجات الحراره، ولكن حاليا في تحسن كبير في الجو، وده يمكن ادى دافع لجميع اعضاء النادي الاهلي ان هم يجوا ويتوافدوا على فرع النادي الاهلي بمدينه النصر. كمان خليني اتكلم حضرتك هنا يعني عن الاجواء، يمكن زي ما في حاله من الحماس موجوده عند جميع اعضاء النادي الاهلي لمشاهده مباراه اليوم، كمان في حاله يعني ملحوظه من الحزن عند جميع اعضاء النادي الاهلي، يعني بعد طبعا يعني خبر وفاه والد كابتن مروان عطيه، وطبعا الخبر يعني اللي شفناه كلنا صباح اليوم اكيد بنقدم له خالص التعازي للكابتن مروان عطيه في وفاه والده، وبالتاكيد يعني الكل طبعا هنا حزين للخبر ده، وكمان حزين على عدم مشاركه مروان عطيه في مباراه اليوم. كمان خليني اقول لحضرتك انه قبل المباراه بثلاث ساعات ونصف يعني بيزداد عدد يعني اعضاء النادي الاهلي كل شويه، واكيد مع اقتراب موعد المباراه هيكون في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي لمشاهده مباراه اليوم. كمان بالنسبه للاستعدادات، يعني خليني اقول لحضرتك انه الاستعدادات يعني يمكن اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب واكيد الاداره التنفيذيه واداره الخدمات يعني وفروا العديد من المقاعد والكثير من المقاعد لكل اعضاء النادي الاهلي، كمان العديد من الشاشات العرض لعرض مباراه اليوم، ده طبعا بجانب الشاشه العملاقه والشاشه الرئيسيه اللي موجوده في جميع فروع النادي الاهلي طبعا عشان الكل يبقى عنده الامكانيه ان هو يتفرج على المباراه بشكل جيد. فطبعا ان شاء الله يعني اكيد يا كابتن ايمن النهارده كل اعضاء النادي الاهلي متواجدين داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر النهارده يروحوا مبسوطين، ونكون مع حضرتك ان شاء الله بعد الهواء مباشره ونحتفل كلنا كالعاده يعني في كل مباراه للنادي الاهلي مع حضرتك اكيد ومع كل الكباتن على شاشه قناه النادي الاهلي. واكيد يا كابتن ايمن ان شاء الله نكون مع حضرتك يعني. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا الزميله العزيزه سلا حامد.